You know what you signed up for. No relationships. No friends. What we do is too important. The most highly trained agents. What's with all the speculation? No national allegiances. Time to free my mind of limitation. For my reparations, they said you can't slide. You're a treasure to the nation. The heart is what gives the charter. This is what I mean. Steph, I need your help. You're compromised. Don't know if you can be trusted. Showtime. Woo! This is what I mean. I see the Michael that they see on TV. No stars on my name and cherry. ايه ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ ورجعنا لكم مع مراجعه فيلم هارت اوف ستون. الفيلم بطوله جال جادوت وجيمي دورنان وعلياء بات ومتياس شفايغوفر، والفيلم من اخراج توم هاربر. بالنسبه للمخرج، من الاعمال السابقه اللي اخرجها فيلم وايلد روز وذا ايرونوتس. فيلم هارت اوف ستون نزل على جميع المنصات الرقميه وتحديدا شبكه نتفليكس يوم 11 اغسطس سنه 2023. بيبتدي الفيلم وبنشوف في منتجع بعيد في ايطاليا عن مجموعة من الجواسيس من المخابرات البريطانية، وهم بيحاولوا يقبضوا على اكبر تاجر سلاح في اوروبا، وبفضل مهارة العميلة ريتشل ستون نجحت ان هي تساعد زمايلها في اختراق المكان اللي فيه التاجر ده. وبالفعل وبعد ما نجحوا في القبض عليه، اكتشفوا فجأة ان في حد غريب اخترق اتصالاتهم، وبيبتدي احداث الفيلم. برغم ان فكرة الفيلم متكررة ومأخوذة من اعمال قبل كده زي مثلا مسلسل Person of Interest، الا ان صناع العمل اضافوا في الفيلم ده بعض الحبكات الجميلة، وخلوا ان في جواسيس بتتجسس على جواسيس تانية، والجواسيس التانية بيتجسسوا بدورهم على جواسيس تالتة، وحاجة جميلة خالص. فاقدر اقول ان الفكرة من الناحية دي تعتبر جديدة بعض الشيء، بالاضافة ان مقدمة الفيلم كانت طويلة وجميلة وموترة، يعني تقريبا اخدت حوالي تلت ساعة من عمر الفيلم علشان تفهم المشاهد طبيعة واجواء العالم ده. واللي عجبني كمان كانت اغنية تتر الفيلم بالاضافة للموسيقى الحماسية واللي كانت مناسبة جدا للاحداث. واللي عجبني كمان كان الاداء التمثيلي لمتياس شفايغوفر، بالرغم ان صناع العمل ما استفادوش بكامل امكانياته وحصروه في دور محدودة شبه جارفيس في افلام ايرون مان، بالاضافة للاداء التمثيلي لعلياء بات. وزي ما احنا عارفين ان الفيلم ده يعتبر اول افلامها بعيدا عن اجواء وافلام بوليوود، فاللي كل اقدر اقوله بالنسبة لها ان هي ادت اللي عليها فعلا ودورها كان جميل، بالاضافة لطريقة كلامها باللغة الانجليزية مع اللكنة الهندية الجميلة. اما بالنسبة للحاجات اللي ما كانتش قوي في الفيلم، اول حاجة كان جال جادوت وادائها السيء في التمثيل واللي كان مستمر معانا في الفيلم ده. فالحلو ان المخرج وصناع العمل خلوا مشاهد الاكشن والمفاجآت اللي في القصة كتير علشان يتغلبوا على مشكلة الاداء السيء لبطلة الفيلم، وانا شايف الصراحة انهم نجحوا في النقطة دي، بالاضافة للاداء التمثيل الضعيف لجيمي دورنان واللي كان عادي خالص وما فيهوش اي جديد يذكر. اما بالنسبة لمشكلة الفيلم الاخيرة، انه كان مليان كليشيهات واللي شفناها اكتر من 100 مرة قبل كده. على سبيل المثال ان بطلة الفيلم بتجري في منطقة مفتوحة وحواليها الرصاص من كل ناحية ومن غير ما تتصاب ولا حتى يجيلها دور برد. خلاصة الكلام، فيلم هارت اوف ستون لو نتفليكس بتفكر ان الفيلم ده يكون بداية لسلسلة من الافلام، يستحسن تفكر من جديد وتضيف عناصر من التشويق اكتر في الافلام الجاية. تقييمي لفيلم هارت اوف ستون هو 5.5 من 10. واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب، عجبهم ليه؟ واللي اتفرجوا وما عجبهمش ياريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب علشان نبقى نتناقش مع بعض. وسلام.